كل الحصينة بتتحرك ومفيش شقوق. دي كانت الجملة اللي بسببها اتبنت إمبراطورية والت ديزني والعالم الساحر الأسطوري ده كله. القصة باختصار إن والت ديزني الأب أخذ بنته للملاهي زي أي أب. اللي أحبطه جداً إن كل حصان بنته كانت تختار تلعب عليه كان يبقى ما بيتحركش، ولما قرب لقى إن كل الألوان باهتة ومشققة. ويومها ابتدى الحلم، حلم بمدينة ملاهي مبهجة فيها كل الحصينة بتتحرك ومفيش شقوق، يعني ببساطة كل حاجة صح ومبهجة. الحلم ده ممكن؟ خليك معنا شوية. شغل عالي شغل عالي، شغل عالي شغل عالي، يا مرحب في شغل عالي. احنا النهاردة بنحكي عن الانبساط، لكن الحقيقة مش زي ما توقعت، يعني من كلامي في المقدمة ان انا هحكي لك النهاردة عن قصة نجاح كبيرة ومبهجة، ولا هحكي لك على قصة بناء صرح ترفيهي عظيم. احنا النهاردة هنحكي عن حاجة تانية، هنحكي ازاي الحاجات تلمع تحلو تبقى مبهجة. ولأننا بتوع شغل هنركز في حتة غالبا غايبة ومفقودة احيانا، إزاي الشغل نفسه يبقى مصدر فرح، انبساط، مش بس يبقى مصدر للفلوس. وطبعاً لأنه في ناس كتير تعز الكآبة زي عينيها، فأنا خايفة أبص في عينين الناس وحد يقول لي يا عم ده أنتوا ناس مرفهين، انبساط مين؟ إحنا بنشتغل عشان لقمة العيش، مش كده؟ في حد فكر كده؟ انبساط مين يعني؟ هقولك النظرية عشان نعرف نتقابل في نقطة. أنا شخصياً أعز جداً اللي بيحترم لقمة العيش، لكن أعز أكتر اللي يحبها بكرامة. وهنا أعتقد أننا ممكن نتقابل في نقطة. الكرامة في لقمة العيش على رأي أهالينا كده لازماً ولابد يكون معاها انبساط. ما تمشيش أبداً أني أكل عيشي بكرامة من غير ما أكون مبسوط في الحاجة اللي أنا بعملها. قبل ما أدخل في الموضوع أنا عايزة رأيكم، عشان ابتديت أحس كده أن إحنا هنتخانق. حد قبل كده فكر ايه الحاجة اللي بتخليه يبقى مبسوط وهو بيشتغل؟ يعني انا وانا بشتغل انبسط لما ايه؟ يعني مثلا الناس تشتغل الحاجة اللي بتحب تعملها، انت بتبقى مبسوط يعني. لما بالزبط. بتشتغل حاجة بتحبها، اكيد يعني. طيب اكيد ببقى مبسوط لما كده. ايه كمان؟ حد يقدرك في شغل. فين؟ الو، مين قال لما حد يقدرني؟ من التقدير. حلو، حد عنده إجابة تانية؟ بليز. يعني ببقى مبسوطة لما بطلع شغل حلو، خصوصاً إن أنا بشتغل في حاجة بالنسبة لي هواية أكتر منها شغل. فن؟ شغل حاجة فنية ولا إيه؟ نيل أرتست. نيل أرتست. أها، أوكي. بتبسط لما بلاقي إن الفينش بتاع الشغل حلو، بتبسط لما بلاقي إن الكلاينت اللي قصادي قدرت تعبي معاها وماشية مبسوطة من عندي، خليت واحدة ماشية حاسة إنها شكلها بقى أحلى. حلو أوي أوي. بالكم مشاركة دول؟ خلوني أحكي لكم كمان قصة. زمان اكتشفوا، أو من زمان اكتشفوا، أنه أصحاب المهن اليدوية، الحاجات اللي الناس كانت بتشتغل في حاجات يدوية صنعة بإيديها كده، دول أكتر الحاجات اللي بتسبب لأصحابها سعادة. لأنه ببساطة كده الصنايعي أو صاحب المهنة كان بيشوف الأثر المباشر فوراً، يعني أنا بعمل حتة فن زي ما أنت قلت لنا كده، في نفس اللحظة طلع فن فانبسطت جدا. بخلاف الوضع الجديد في الحياة عموماً، الواحد فينا دلوقتي بقى بيعمل جزء صغير جداً من منظومة كبيرة، فبيبقى غالباً وهو بيشتغل مش شايف الأثر الكبير، وخلوا بالكم قوي من كلمة الأثر، فبالتالي بيخسر الحتة الحلوة دي بتاعة إحساسه بالمعنى. العلم كمان ما وقفش عند الحتة دي، لكن فضل يمشي وراء الفكرة، هو الناس ما بتنبسطش لما إيه؟ فاكتشفوا إنه مش بس الحرف اليدوية، لكن أي حاجة بتتعمل صح وبتسبب أثر أو بتسيب أثر بتسبب لصاحبها سعادة. فضلوا يدوروا تاني، لقوا إنه الإنجازات اللي من النوع ده مع بعضها كده لما تتعمل بشكل مستمر، حاجة تسيب أثر فتسبب لصاحبها معنى أو تحقق لصاحبها معنى من حياته.
أعتقد أنه كلمة المعنى دي مش كتير بيدوروا عليها ولا بيتكلموا عليها بالاسم ده. يعني في ناس عايشين ومحققين المعنى من حياتهم من غير ما يقصدوا، زي صاحبنا بتاع الحرف اليدوية، هو بيعمل حاجة بتعمل أثر فهو مبسوط. لكن في جزء تاني من الناس، لو ركزنا كده 3 دقايق، دول الناس اللي محتاجين يعملوا شوية مجهود عشان يكتشفوا إيه المعنى ورا كل اللي بنعمله ده. بيقولوا أنه أي مسعى ذهني، أو ده التعريف يعني يعني إيه ألاقي معنى، أي مسعى ذهني أو بدني بيحتاج مستويات عالية من المهارة بيولد عندك شعور بالمعنى. حد كان أدبي يعرف يحفظها دي؟ يعني بالبلدي كده بطريقتنا ومن غير مصطلحات كبيرة، كل ما تبقى شاطر في شغلك تحس إن في معنى للي أنت بتعمله. تخيلوا، هي حاجة ليها دعوة، بكل ما زادت مهارتي فبالتالي بيزيد تأثيري، فبالتالي بيزيد الانبساط. يعني لما تعمل شغلك حلو مظبوط أو بمهارة، بيتخلق جواك وانت إنسان محدود جداً إحساس كده بالانتماء لحاجة أكبر منك اسمها القصد من وجودك. كلام مجعلص؟ هذا المعنى غالباً يعني. فلما تتربط بالحاجة الكبيرة دي تتشجع إنك تعملها تاني، فتعيد الحكاية دي، فتحس إنك مبسوط، فتحس إنك مؤثر ومهم. ولما حضرتك تبقى مؤثر ومهم بتبقى غالباً معدي، فالناس اللي حواليك كمان بينبسطوا، بيلاحظوا إنهم مبسوطين، فتبقى حضرتك مبسوط. هي الحكاية متبادلة وبتتغير أو بترجع لي مرة تانية. كل ما أعمل تأثير أحس بالمعنى فانبسط، فأعيد التأثير أحس بالمعنى وانبسط. في كتاب عظيم جدا اسمه كل الأشياء تلمع، بيتكلم عن الفكرة دي لكن بطريقة تانية. كل الأشياء تلمع زي الراجل بتاع والت ديزني كده، بس بيتكلم عن أنه لما بتكتشف المعنى من حياتك كل الحاجات بتتغير، كل الحاجات العادية بتلمع بتحلو. بما أننا النهاردة بنتكلم عن الجمال، يعني ببساطة جدا قد إيه الشغل الرديء والوحش مش بس بيأثر على المجتمع بأنه في نتائج ضعيفة، مش ناس بتشتغل شغل وحش، لكن كمان بيأثر على فهم الأشخاص دول لقيمتهم وبيخليهم يميلوا أكتر لأنهم يبقوا أكثر كآبة وحزن. النوع ده من الانبساط نقدر نسميه أنه مختلف تماما عن ثقافة أكل العيش. هو غالبا كده حاجة شبه الانبساط اللي احنا بنحسه لما نشوف، عارفين لما نشوف فيديو لست بسيطة كده بتحمد ربنا، فنكتب بالبوستات العميقة بتاعتنا ونقول ايه؟ نص رضا الست دي، الله على الجمال. ولما نشوف راجل وست كبار في السن مثلا بنكتب عليهم ايه؟ كبار في السن ومبسوطين يعني، فتقول ايه؟ نفسي اكون كده لما اكبر. فتحس انك عميق كده لما تقول كده. الحقيقة أنه إحنا مربوطين بالفكرة دي من غير ما نحس. هي دي غالباً الفكرة الأهم من أكل العيش اللي هو مهم جداً طبعاً، أنه الإحساس بالمعنى. فطول الوقت يعني، أنا بس عايزة أشارككم أن دي مش حاجة جديدة ولا حاجة، النوع ده من السعادة إحنا اتخلقنا بندور على النوع ده من السعادة، أني يعني بعمل حاجة مهمة ليها تأثير فبتبسطني فبكررها. الشغل طبعا ممكن يبقى جزء من السعادة، والدليل الوحيد اللي عندنا النهاردة غير كل النظريات العلمية انك هتلاقي ان الناس الكبار في السن مثلا لما بيبطلوا شغلهم المعتاد ويحسوا ان دورهم وتأثيرهم قل، مش بتلاحظوا كده انهم بيحسوا بالاكتئاب؟ ولو رجع يحس انه ممكن يعمل حاجة مفيدة بيرجع ينبسط تاني. ببساطة نص جمال الحياة في انك تلاقي معنى لكل حاجة بتعملها. خد نفسك شوية يا غالي وترجع نكمل مع بعض شغل عالي. شغل عالي شغل عالي. الدفاع يتفضل. كل دولة ليها قانون بيحكمها، واللي بيخالف القانون ليه جزاؤه على حسب مخالفته وقانون الدولة. لو رجعنا بالزمن 600 سنة قبل الميلاد، وبالتحديد في الهند القديمة، القانون كان عنيف شوية على المخالفين. أي حد كان بيرتكب جريمة زي الزنا أو السرقة أو غيرها كانت عقوبته قطع الأنف، يعني كانوا بيعيشوا المجرم من غير مناخير، قعقوبة أبدية ليه. وعلشان مفيش إنسان يقدر يعيش من غير أنف، المجرمين كانوا بيلجأوا لطبيب هندي كان مشهور وقتها بترميم وتجميل أنوف مخالف القانون، الطبيب الهندي سوشروتا سمهيتا.
كان له تقنية في عمليات التجميل لسه مستخدمة لحد دلوقتي، وهي إعادة ترميم الأنف باستخدام جلد من مكان آخر بجسم المريض، ودي كانت تعتبر أول عملية تجميل على الإطلاق. وبعد زمن الطبيب الهندي سوشروتا عرف بأول دكتور تجميل في التاريخ، وأخذ لقب أبو الجراحة التجميلية. شغل عالي شغل عالي. زي ما شفنا حالاً في التقرير، في أفكار وحكايات وقصص كتير ملهمة، بس جاية من أنه شخص قرر من خلال مهنته يضيف معنى للحياة كلها. بالمناسبة دي مش قصص بس في التاريخ أو قصص عالمية، لكن كمان ينفع تبقى قصص يومية، ولأن مهنتنا النهاردة واحدة من المهن اللي الطبيعي تلاقي فيها نتائج سريعة وتشوف آثر سريع، هنروح دلوقتي نشوف واحد من كبارات مهنة جراحات التجميل.